اذا بتفوتي هلا على سوبر ماك بيقولوا بيعرفوكي محامي او عرفوكي نقيب، شو هالفوضى يا نقيب، شو القصه؟ بس عدلنا قضية انه يستحسن ان يحيط المحامي النقيب علما، حطينا انه يجب ان يحيط ان ياخذ اذن. هلا بقول لك ليه. ما بشوف الا بيطلعوا محامين قدام وعم بيطلعوا بندوات وعم بيجاوبوا على سؤالات مواطنين وعم بيعملوا كل دقيقه تلاقي حدا عم بيطلع. ما عطوا حجج، ما في اسباب موجبه، الحجه اللي عم بيعطوها هي الفوضى. اجمالا كلمه فوضى استعملت عده مرات بالفتره الاخيره، واجمالا كان دائما تستعمل لما يتاخذ قرار بمحاسبه احد المصارف. هذه الدعوه هي فعلا لانقاذ النقابه، انقاذ دور النقابه يلي انعملت للدفاع، لضمان الدفاع المجتمع عن نفسه وتمكينه من هالشيء يلي عم بيصير. القرار اللي اتاخد هو مخالف تماما لسبب وجود النقابه. You're